يعني بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وعلى ثقة انه استمراره ان شاء الله يعني يكون لي انعكاس طيب على الرأي العام. الناس في النهاية زي ما حضرتك اشرت شركاء للحكومة، ولما بيطلب من المواطن انه يتحمل او يصبر، فهو اعتقد انه لما بيتحمل ويصبر وهو فاهم وعنده ابعاد المشكلة، المسألة حتى بتختلف نفسيا. أنا عندي رأي واستفسارين. الرأي الأول الإشارة اللي حضرتك أشرت إليها فيما يتعلق بتعرض الحكومة للشائعات طول الوقت، وحالة التربص بالحكومة بالشائعات والأخبار الكاذبة. يعني إحنا كلنا معترفين إنه هذه معركة مستمرة من 2013 ولن تتوقف. قد يكون في خطورة شوية إنه في منصات أساسية هي من تصنع وتطلق هذه الشائعات، ثم يحدث نوع من التماهي لدى الناس بدون وعي أحيانا مع هذه الشائعات فبيرددوها. والحل اللي كنا بنقول عليه طول الوقت هو إنه خروج الكلام من الحكومة في التوقيت المناسب وبالقدر الكافي يمكن أن يكون حل لهذه المشكلة. وبالمناسبة دي يعني اسمح لي إن أنا أحيي إدارة الإعلام في مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، لأنه ده أصبح موجود بقدر كبير، وإن كنا محتاجين أكتر إنه كلام الحكومة يعني يظهر في الوقت المناسب وبالقدر الكافي من المعلومات والإيضاحات. ده ممكن يعني يريحنا كتير في هذه المعركة اللي لن تنتهي، هتظل في شائعات وهتظل في أكاذيب وهتظل في أخبار مفبركة. التساؤلين الأول ينطلق من الخطاب التكليف لحضرتك اللي هو مسألة بناء الإنسان. يعني يمكن الأزمة الاقتصادية والاحتياجات الاقتصادية للناس خدتنا شوية من ملفات مهمة جدا تتعلق ببناء الإنسان. مش هتكلم عن التعليم ولا هتكلم عن الصحة، ولكن هتكلم عن ملف الثقافة. في إحساس وشعور طول الوقت لدى الرأي العام، لدى الجماعة المثقفين في مصر، إنه الثقافة هي الملف الغائب طول الوقت في ملفات الحكومة. ومش عايز حتى أبقى يعني متجاوز إنه الناس بتشعر، لا، إنه الدولة الآن مش مهتمة بالثقافة، خاصة إنه الثقافة هي الذراع لمواجهة التطرف ولمواجهة الإرهاب. وإحنا بقى عندنا انسحاب. لما تيجي تسأل فين السينما المصرية مش هتلاقي، فين المسرح في مصر مش هتلاقي، فين المؤتمرات وفين الفعاليات الثقافية مش هتلاقي. الملف ده أعتقد أنه لا يقل أهمية عن كل الملفات الاقتصادية، ولا يقل أهمية مثلا عن ملف الأمن المائي، لأنه الثقافة هنا جزء مهم جدا. اللي حاصل في وزارة الثقافة بقالها فترة، وده خطر، ويمكن ده يدخلني للسؤال الثاني، تحولت إلى وزارة من الموظفين. إيه استراتيجية الحكومة إن أنا أحول وزارة الثقافة إلى وزارة فاعلة بتشتبك مع القضايا بتاعتي، وتواجدها فين في القرى وفي المحافظات اللي بيتم اصطياد الشباب منهم يعني لبعض الجماعات وبعض الأفكار؟ ولا يخفى على أحد أنه هذه الجماعات وهذه الأفكار لا تزال موجودة وبيتم الاستقطاب بأشكال سرية. فأنا قدام خطر حقيقي موجود لازم أبقى منتبه ليه. فاستراتيجية وزارة الثقافة في ده مش يعني على مستوى الكلام المثالي المنمق اللي احنا بنسمعه طول الوقت، ولكن على مستوى التفاصيل اللي على الأرض. ده يقودني للتساؤل الثاني، وده انطلاقا من تصريح لحضرتك يوم حلف اليمين عن الجهاز الإداري للدولة. صحيح حضرتك أشرت من شوية لهذا الموضوع، وأنا يوم حلف اليمين يعني تصادف أن كنت على الهواء وقلت أنه يعني يمكن أن يكتب لحضرتك في التاريخ أنك إذا قمت بثورة على الجهاز الإداري في الدولة. أنا مش عايز أفندم زي ما حضرتك قلت أنه الوزراء يدخلوا في التفاصيل لحد ما الأمور يعني يتم إصلاحها. وحضرتك قلت كلام عن هيكلة الجهاز الإداري في الدولة، كلام مهم جدا. إيه الإجراءات اللي الدولة هتعملها؟ يعني إمتى يبقى الجهاز الإداري ده أنا براهن فيه على حاجة مفتقدينها في مصر الآن، وهي جودة الموظف في مصر. يعني في يبقى في جودة، درجة من الجودة عند المنتمي إلى الجهاز الإداري ده. إمتى ما يبقاش الكلمة أو العبارة اللي حضرتك قلتها إن الوزراء ينزلوا للتفاصيل،
انت عملت يعني القرارات، فعندي جهاز اداري بينفذ، انا هعمل ايه كحكومه في ده عشان اوصل الى هذه الدرجه؟ اشكرك. طيب خليني ارد على وحدد باللي حضرتك قلته. كيف نبني الثقه ويعلن رفع سعر المنتجات في الاجهزه ما تطلعش تقوله في المؤتمر؟ حضرتك عشان انا قادر ان انا اطلع واقول النهارده ودلوقتي حالا السعر هيزيد، لكن خد بال حضرتك احنا ليه بناخده في يوم اجازه؟ لان لما بزود السعر ايا كانت القيمه لازم يحصل نوع من التنسيق والتفاوض مثلا مع كل سائقي الميكروباصات والباصات ومواصلات النقل الجماعي على زياده التعريفه هتبقى قد ايه؟ وبالتالي ليه انا الحكمه في اختيار اليوم اللي بيبقى اجازه؟ علشان بيبقى ده المواطن قاعد في بيته، حجم النزول في الشارع بيبقى قليل، فبيبدا التواصل والتفاوض مع هذه النوعيه من السائقين على هنزود قد ايه؟ طب انت كنت بتاخد في المشوار 7 جنيه، لما هزود 1.5 جنيه في السولار المفروض الزياده دي تبقى قد ايه؟ عشان لان لو ما عملتش الكلام ده وسبت الموضوع، طب افرض في ساعتها على طول راح جاي سائق الميكروباص والراجل بيركب من غير اي حاجه كده، والمواطن فجاه هو المواطن في الشارع، رئيس الوزراء طلع وقال السعر زاد، سائق الميكروباص وهو مركب الناس، طيب يا جماعه احنا بدل ما هتدفعوا 7 جنيه هتدفعوا 10، هيحصل ايه في الشارع؟ حضراتكم قولوا لي هيحصل ايه في الشارع؟ المواطن هيعمل ايه؟ هينزل يتخانق مع الراجل لانه كل واحد بقى من دماغه قرر ان هو يزود برقم معين، فبيبقى هناك اليات معينه لازم انا اخدها عشان اضمن بيها انتظام وعدم حصول اي قلاقل في الموضوع. هل نمع لحضرتك علم بحصلت اي مشكله او خناقات لما زودنا؟ ليه؟ لان الكل اللي عملناه هذا الشكل، عملنا التنسيقات، اتفقت كل محافظ مع الروابط اللي موجوده اتفقوا على التسعيرات سواء النقل الداخلي او النقل ما بين المحافظات. حاجات كثيرة جدا بتتعمل علشان نضمن ان المواطن لما يصحى ويركب العربية ما يحصلش فيها مشكلة. دي شيء مهم جدا 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 ان احنا نضمن فيه انه يحصل من غير اي قلق. لكن ما هو سهل جدا ان انا اقول النهاردة اروح طالع واقول هذا الكلام، طب هيحصل ايه بعدها بدقيقة، بعد ساعة؟ فبيبقى ده لازم محتاج له تحضير في وقت معين. ممكن اخده في يوم عمل عادي، لكن المشكله زي ما بقول لحضرتك انا محتاج في وقت ما بيبقاش فيه كثافات في الشارع عشان ما اعملش قلق واقلل بقدر الامكان اي نوع من الخلاف اللي وارد اللي يحصل ما بين مقدم خدمه ومتلقي خدمه. فبيبقى حاجه زي كده لازم ان احنا نعلنها بطريقه معينه في توقيت معين وعاملين لها تنسيقات. وهقولها لحضرتك بمنتهى الشفافيه، ما اقدرش اعلنها بصوره مسبقه، اقول مثلا بكره يا جماعه السعر هيبقى كذا، عارفين ايه اللي هيحصل؟ تخزين. يعني انا ابقى عارف كمواطن او انا حد ان السعر هيحصل بعد يوم ولا حاجه هتزيد السلعه وهسكت؟ ده هلاقي حضرتك يعني انا اسف ممارسات لا حد لها ولا تخيل لها ايه اللي ممكن يحصل. فحاجه زي كده بيبقى قرار لازم ان انا اخده بطريقه معينه وبمؤامره معينه. احنا قلنا ان احنا هنزود، لكن الزيادة نفسها بتبقى كل زيادة هتفرق، يعني لما أزود النهاردة 1.5 جنيه غير لما هاجي أطلع بعد كده أزود 1 جنيه أو أزود 75 قرش، بتبقى لها أرقام ومعادلات بتتحسب. فعشان كده بس أنا ده اللي أنا بقوله، ليه دايما بتقول أنت الحكومة بتنكد علينا دايما في الأجازات؟ مش هو ده اللي بيتقال؟ بتستنى الأجازة فين وعشان تروح طلع علينا بالحكاية؟ أدي الهدف من الموضوع ان انا اخده في يوم المواطن قاعد في البيت، فيبقى المواطن بنحصل التنسيقات في الشارع الاول مع مقدم الخدمه عشان المواطن لما ينزل يبقى الحاجه المعروفه ما يحصلش فيها مشكله. هو ده بيبقى هدف الموضوع، ليه دايما بناخده في فتره اجازه؟ علشان اولا المواطن هو عارف، يبقى خلاص عرف الخبر وعرف الزياده حصلت قد ايه، وبالتالي وهو نازل المشوار بتاعه عرف ان الزياده بقت قد ايه. فكل محافظة بتروح معلنة تعريفة السلعة، السعر بقت كام، الخدمات، المشوار بقى قد ايه، فالمواطن عامل حسابه في جيبه بالمبلغ بدل ما يحصل اي مشكلة في هذا الشأن. اللي عايز أكد حضرتك استبعاد الطبقة المتوسطة او محدودة الدخل، تاني انا بأكد تحريك بيحصل زيادة، بس هي الزيادة بتحصل بقد ايه من القيمة الحقيقية اللي المفروض ما بتحصل فيها الزيادة؟ وده اللي انا عمال اقوله، انا لما بطلع
يعني الفرق النهارده في سعر السولار انا بقولها لحضرتك ما بين 10 ل 20، يعني 100%. يعني المفروض نظريا لو انا بقى بحمل كل حاجه للمواطن، ودول كتيره جدا بتعمل هذه الموضوعات، ودول فقيره مش دول غنيه، اللي هي هنرجع للارث اللي حضرتك قلته، في دول كثيره جدا فقيره ومفيش اصلا منظومه دعم، كل زياده بتحصل تحمل على المواطن. لكن احنا كدوله نعي تبعات هذا الموضوع، فحتى لما بطلع بزياده انا طالع المفروض ازود 100%، انا طلعت 15%، انا ما زودتش 100%، وكل ده عشان برضو عيني على تبعات هذا الموضوع على المواطن البسيط ومواطن الاسره المتوسطه. في تحمل، انا عارف ان في تحمل، انا ما بنكرش ان في يعني مشكله في هذا الموضوع، لكن المشكله ان احنا كمان كحكومه مدى قدرتنا على تحمل هذا العبء لوحدنا. يا جماعه ارجو دايما يبقى احنا عندنا ده جزء من الارث، ان دايما، ويمكن سيد رايس كان قالها في وقت من الاوقات، دايما عندنا ثقافه الحكومه والقياده في جانب، اكن الحكومه في جانب والمواطن في جانب تاني، احنا في الاخر حاجه واحده، احنا حاجه واحده، واحنا يعني ربنا حاططنا يعني ربنا قدر ان مجموعه تبقى متوليه اتخاذ الاجراءات او بتدير المنظومه، لكن في الاخر احنا جزء من هذا الشعب. وتاني انا بقولها لحضراتكم، اخر شيء يحبوا رئيس وزراء ان هو ياخده كقرار، انه ياخد قرار يعني غير شعباوي زي ما بيتقال بقى في السياسه، ان انا ازود سعر. يعني انا ده اخر قرار ممكن اكون حابب ان انا اخده، لكن في الاخر انا مش انا يعني الدوله كلها بتبقى مؤمنه على اداره مقدراتها ومواردها، وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم، ما هو نقدر نزود، اقدر اثبت كل حاجه واخد الباقي، الفرق ده كله اخده بدين، صح ولا انا غلطان؟ ما هو هجيب من، ما هو هزود، هتقولي لا زود مواردك بطريقه غير تقليديه، احنا بنزود موارد وبتصارع، واوري لحضراتكم، وده بيتقال واتقال في وقت من الاوقات، الحكومه السابقه دي ما وراهاش حاجه غير تحط ايدها في جيب المواطن، بينما احنا بنحاول مع الموضوع توازنات وبنزود مواردنا، نيجي نجيب نعظم من، بلاش يتقال لنا بلاش الضرايب والرسوم، شوفوا موارد اخرى، نبدا نبص على مواردنا واصولنا الغير مستغله واطرحها واجيب بيها مبالغ، يتقال لنا انتوا بتبيعوا الدوله. انا بدي بس لحضراتكم ايه اللي يعني المواضيع بتمشي ازاي. انا عيني ازود مواردي وابعد بقدر الامكان على احمل المواطن الاعباء، واحاول بقدر الامكان اقلل تحمله للاعباء، لكن غصب عني في الاخر، ما هو لو فضل الكلام بهذا الشكل زي ما حصل، ابتدت فاتوره الدين بتزيد، وابتدت قدراتي على استدامه إدارة المنظومة بقت صعبة جدا، في ظل أنا مش ضامن الموضوع اللي احنا فيه ده النهاردة هيفضل مستمر ولا لأ. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، لو رجعت بكرة قناة السويس لزي ما هي إيراداتها، يعني معناها إن بقى في 500 مليون دولار شهريا رجعوا لي، حلوا لي مشاكل كثيرة جدا جدا جدا، أنا النهاردة يعني مطالب إن أنا أدبرها. هو مش يتقال حضرتك ما تاخدوا فلوس شويه من فلوس راس الحكمه دي وحلوا بيها مشكله الكهرباء؟ طب ما هي فلوس راس الحكمه دي استخدمت في زياده جزء منها، مش كلها، في زياده الاحتياطي وتقليل الدين وحل مشكله الاصول الاجنبيه بتاعت البنوك المصريه اللي كانت مكشوفه بره، مش كل ده استخدم؟ نعم، وتوفير البضائع والافراج عن البضائع، كل ده استخدم عشان احل بيها مشاكل كانت خانقه الدوله المصريه. طب النهارده لو النهارده ابتديت بقى كمان استغل الكلام ده اروح اشتري بيه الى ما لا نهايه، وافضل الدعم بتاع المحروقات الى ما لا نهايه، الاقي الفلوس دي لو استمرت الازمه اللي موجوده في خلال فتره راحت فين؟ فانا النهارده بحط السيناريو، انا اسف اقولها، انا حاطط السيناريو الأسوأ، وحاطط سيناريو مع السيد وزير الماليه والمجموعه الاقتصاديه، طب لو فضلت قناه السويس بالمنظر ده سنه كمان لازم نحط السيناريو ده عشان نتعامل بيه. طب ما هو لو النهارده الفلوس دي رجعت الى ما كانت عليه، انا ما بطلبش حاجه استثنائيه، ترجع زي ما كانت فقط، تتحل المنطقه والامور ترجع زي ما كانت، هتفرق معايا انا كدوله قد ايه؟ 6 مليار دولار، من 6 ل 7 مليار دولار في سنه،
يحلوا لي مشكله قد ايه دول. انا بس انا بدي لحضراتكم احنا بنتعامل مع تحديات عامله ازاي. طب لا قدر الله لو الامور بقى، انا اسف اقول يعني، الامور زادت سوءا والموضوع تحول الى حرب شامله في المنطقه، وده يعني محدش عارف، وحتى ال 300 مليون دول كمان قالوا اكتر من كده اللي هما بيجوا لي، هنعمل ايه في دوله مطلوب ليها موارد كل شهر، استورد قمح للاكل، استورد بترول، استورد ادويه ومواد خام والكلام ده كله، هنعمل ايه؟ عشان كده احنا بقدر الامكان بنحافظ على توازن اللي حضرتك قلته، ان انا بحافظ على الاحتياطيات اللي عندي الاستراتيجيه، لان انا مش عارف بكره في ايه. ده شيء مهم جدا، وده جزء من التوازن، لان انا مش عارف، انا مش بشتغل في اوضاع مستقره يا جماعه، مش بنشتغل في وضع مستقر، احنا كل يوم في مشكلة عالمية بتؤثر علينا، فلازم ان انا ابقى بتعامل مع هذا الموضوع بهذا الشكل بمنتهى الحكمة. فدي انا حابب ان انا اكد عليها. انا باكد على حضرتك بتقول، بنقول كيف نشجع الاستثمار في سيادة القانون واحترام الحريات الاقتصادية واحترام العقود. انا باكد لحضرتك احنا بنشتغل على هذا الموضوع، واحنا كدولة بنحترم العقود اللي احنا بنعملها، وفي النهارده تفعيل اكبر لموضوع حماية المنافسة، وان يبقى في حياد تنافسي، وان مفيش تغول من اي اجهزة في الدولة، اذا كان ده اللي قصده حضرتك على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، ده اللي احنا بنشتغل عليه. انا بقولها بمنتهى الشفافية، ده دورنا وده شغلنا في هذا الموضوع، لازم يبقى الكل بيتعامل بنفس الطريقة. الدين الخارجي احنا النهاردة في حدود الدين الخارجي 40% تقريبا من الجي تي بي، وبالتالي احنا يعني زي ما بيتقال كده في الحد الاعلى، الحد الاقصى من الحدود الامنة، او الحدود اللي يعني مش في مرحلة الخطر، احنا كنا اقل من كده بكتير وقت الظروف، لان اللي اثر فينا طبعا زاد شوية الدين كرقم، ولكن كمان موضوع التعويم وقيمته مقوم مع الجي دي بي، ولكن ما زلنا في الحدود الآمنة، وبأكد على هذا الموضوع. لكن الأهم الثلاث سنين الجاية رؤينا أن احنا نرجع تاني كمسار نزولي، عشان ننزل إلى المنطقة المريحة زي ما بيتقال، يعني المنطقة اللي هي ما تبقاش حتى واصلين للحد الأقصى في الحدود الآمنة، لكن حتى هذه اللحظة الأمر بهذا الشكل. موضوع بقى الإرث المركب على مدار عقود، هقولها بمنتهى الشفافية، ما ينفعش الحكومة تتكلم لوحدها في تغيير الإرث المركب بقى له عقود على حاجات كثيرة جدا 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 في هذه الدولة. ده دور أصيل لحضراتكم، نغير إزاي المفهوم على حقوق المواطن والتزاماته أيضا، والدولة المفروض تعمل ايه والدولة مش المفروض تعمل ايه. الكلام ده لان زي ما حضراتكم قلتوا كلام مهم جدا، مراجعة صريحة للتاريخ. وعايز اقول لحضرتك حاجة، انا طلبت من السيد وزير التربية والتعليم مراجعة لمادة التاريخ بتاعتنا، ان يكتب التاريخ المصري بصورة يعني صورة أقرب يعني، لأن في حاجات ممكن يبقى حضرتك زي ما حضرتك قلت مش 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 حقيقية، ويكتب عن يعني فترات كثيرة جدا تتكتب بصراحة، ويتكتب لأن في أحيان كل منطقة كل فترة بيبقى لها ظروفها، وممكن بيبقى بعد كده يعني بعد 40-50 سنة بيبدأ بقى المنظر يتضح، فبالتالي بيبقى من المهم جدا إن يكتب أو يعني للأجيال الجديدة الموضوع ده يتكتب بإنصاف أو يتكتب بطريقة حقيقية، تاريخ الدولة بيبقى إيه اللي بيحصل وإيه التقييم الحقيقي لمراحل كثيرة جدا متعاقبة في الدولة. مهم جدا هذا الكلام إن هو يتعمل، عشان الأجيال الجديدة طالعة تبقى عارفة الرؤية والدولة المصرية على مدار فترات معينة إيه اللي حصل فيها وإيه اللي واجهها، وليه كان القرار في فترة ما بهذا الشكل، أو توجه الدولة نفسه كان في وقت ما بهذا الشكل.
لان دي مهم جدا لازم تبقى معروفه للناس كلها، عشان ما يبقاش من الظلم ان انا اقيم فتره معينه ويفضل الكتاب التاريخ بيظلم هذه الفتره او يزيف لفترات اخرى. لازم الموضوع يبقى بيكتب بطريقه محايده بهذا الشكل. فدي نقطه مهمه جدا، وعلى فكره كل الدول بتعمل هذا الموضوع، بتراجع مع مرور الوقت هذا الموضوع. لكن يبقى موضوع الارث اللي حضرتك قلته ده محتاج شغل كبير جدا من حضراتكم معانا. الحكومة مهما طلعت وقالت هيبقى دايما بينظر في إطار الإرث، إن الحكومة كل همها إن يعني أنا آسف يعني أنا ليه ملاحظة بس، دولة الرئيس أخشى إن يفهم خطأ من كلام حضرتك إن الحكومة تتدخل في التاريخ خالص. بالظبط خالص يا فندم. لا 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 لا، التاريخ يكتبه المؤرخون بالظبط يا فندم. لا ده الأصول بس الأحسن. لا يا فندم، لا يا فندم، أنا قصدي أنا فاهم طبعا. أنا طلبت من المناهج نفسها يعني يعاد من المؤرخين انها تتكتب، مؤرخين نفسهم في النهارده يعني. لا لا انا مش قصدي كده طبعا، انا عارف طبعا، لا يمكن، عارف طبعا، لا يمكن، انا عارف بس عارف كيف اقول الكلام، لا يمكن طبعا. لكن ان احنا يبقى يعني لازم يبقى بيتحط دايما تقييم لفتراتنا اللي حصلت في مصر، علشان يبقى الامور من الانصاف ان المواطن يبقى معروف قدامه التجربه كلها. وبتكلم هنا على مدار 200 سنة يكتب، يعني نقيم الأوضاع وليه، وده اللي أنا قلته عشان المؤرخين يكتبوا، إن لأن بعض يعني الناس هتكلم بصراحة بيمسكوا فترة معينة هجوم شديد عليها، وبينما محدش عارف إن في الفترة دي كان في ظروف معينة ممكن تكون خلت الدولة تتوجه هذا التوجه. أعتقد من الإنصاف النهاردة إن المؤرخين يقولوا لا، الفترة دي لها ما لها وعليها ما عليها، هو ده اللي المفروض او يتفق او يختلف او يتفق او يختلف، وبالتالي يبقى الموضوع يتحط بهذا السياق. ده دور كبير جدا حولها لحضرتك برضو للاعلام، للاعمال الدراميه اللي بتتحط، لشكل الدوله ان هو يتحط ازاي، عشان المواطن يبقى عارف يعني الدوله لما بتتوجه في هذه التوجهات ايه اللي بيبقى، يعني ليه قرارات بتتاخد بهذا الكلام، وليه منظومه اتخاذ القرار بهذا الشكل. مش معناها تاني انا باكد ان انا داخل بقول ان اعاده كتابه حاجه وانا كدوله اكتبه، بالعكس ده انا بقول هذا الكلام عشان تبقى الامور واضحه. كل اللي حضراتكم قلتوه فيما يخص افكار ل يعني موضوع سواء ضريبه مؤقته على الثروه او الكلام ده كله، يعني عايزين يبقى عندنا رؤية، وده اللي أنا قلته، ثبات في شكل التعامل مع الضريبة، لأن أي إجراءات ممكن ناخدها بطريقة استثنائية حتى لو كانت مؤقتة ممكن ينظر إليها بطريقة معينة، إن الدولة كل شوية بتغير في شكل المنظومات اللي عندها. وبالتالي إحنا كل همي مع السيد وزير المالية نضع تصور كامل على بعضه، حتى لو كان حاجة زي كده ممكن نفكر فيها، لكن لازم تبقى معلنة. ولكن الأمور يعني بقدر الإمكان مش عايزين نضع حاجات استثنائية أو حاجات يعني ليها طبيعة مؤقتة، بالعكس مهم قوي يبقى في استقرار وفي رؤية واضحة جدا للدولة للعشر سنين الجاية على الأقل، عشان أي مستثمر أو أي مواطن يبقى مطمن الدولة إن يعني مش في أي لحظة الدولة بتفرض عليه حاجات استثنائية وينظر إليها بطريقة معينة. موضوع حد رفع حد الإعفاء الضريبي هننظر ليه في إطار موضوع الحماية الاجتماعية، وبأكد إحنا رفعنا حد الحماية، حضرتك عارف حد الإعفاء بصورة كبيرة جدا، وحنظل هذه أداة إن إحنا نتدخل فيها الفترة الجاية طول ما حنحس إن محتاجين إن إحنا نتعامل مع هذا الموضوع، هنعمل هذا التوجه إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. الموضوع بتاع كل وزير يبقى مسؤول عن الملف بتاعه، أنا أكدت على هذا الكلام وقلت إن هيبقى في مراجعة وتقييم دوري لأداء السادة الوزراء، عشان يبقى زي ما حضراتكم قلتوا يعني لقينا إن يعني في عدم نجاح في ملف معين ما يبقاش الدولة أو الحكومة كلها بتتحمله، يبقى المسؤول عنه هو اللي بيتحمل هذا الموضوع، ويبقى فيه يعني دي سنة الحياة، يبقى فيه تعديل للأشخاص طالما إن هو مش قادر إن هو يعمل هذا الموضوع. رسائل الطمأنة اللي حضرتك طلبتيها أنا بأكد إن إحنا إن شاء الله القادم بإذن الله كل اللي نأمله إن يكون أكيد أفضل من المرحلة اللي عدينا بيها الفترة السابقة. الدولة حريصة كل الحرص على إن الأسعار يبقى فيه ثبات واستقرار في الأسعار. موضوع الخدمات
بتحسين مستوى الخدمات الأساسية. احنا كل شغلنا شاغل حد بس موضوع الصحة، ازاي نوسع في المبادرات الرئاسية. يعني خلينا بس يعني عشان بس يبقى في انصاف، يعني احنا من كام سنة كان حجم المصابين بفيروس سي قد ايه يا جماعة؟ حجم اللي كان يعني انا اسف كان ما عندوش امل انه يعني قوائم الانتظار اللي كانت بصورة هائلة في العمليات والانفاق على هذه العمليات، المبادرات بتاعت 100 مليون صحة وصحة الأسرة وصحة المرأة والتدخل كدولة بهذا الكلام. لكن الأهم أنا بالنسبة لي بقى أسرع إزاي من منظومة التأمين الصحي الشامل، وده إزاي نسرع الخطب بحيث يبقى خلاص المواطن مؤمن في أي لحظة أنه يقدر يدخل أي مستشفى ياخد الخدمة طالما ان هو متغطي بالتأمين الصحي الشامل. مش هتفرق معاه ساعتها انه يدخل مستشفى تبع الحكومة ولا تبع القطاع الخاص. ازاي يبقى في خلال فترة زمنية معينة اخلص من هذا الموضوع، يبقى المواطن بالكامل متغطي بهذه الخدمة. هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ان احنا هنسرع الخطى بادخال منظومة التأمين الصحي الشامل في خلال الفترة الجاية عشان يبقى فعلا كل المواطنين قادرين ان هو يوصلوا. النهاردة جودة التعليم ده شيء مهم جدا، ده مش كلام. ازاي ان احنا الفترة الجاية يبقى يحس المواطن بجودة التعليم. تاني ان انا بقولها بعيدا عن الارقام، هو كل اللي يهم المواطن ايه؟ انا بتكلم هنا المواطن اللي في الريف مثلا او في المدن البسيطة، بعيدا بقى عن الارقام والمشروعات وكل الكلام ده، هو عايز يبقى عنده وظيفة لائقة وعنده دخل وبياكل عيش، ولاده في مدرسة معقولة، بياخد خدمة صحية لو احتاجها، قدامه شارع مرصوف، قدامه خدمات مية وصرف صحي، والخدمات اللي هو كان ممكن زي بالذات الصرف الصحي كانت مشكلة المشاكل في الريف حتى هذه اللحظة. يعني مع كل الاحترام وبيتقال لنا يعني انتوا بتزودوا الانفاق على المشروعات، انا حدي لحضرتك تاني، انا بأكد عشان احنا بننسى، خدمة الصرف الصحي في 2014 كانت في الريف كانت لا تتجاوز ال 12%. يعني من كل 100 مواطن في الريف المصري في 2014 كان 12 بس اللي عندهم هذه الخدمة. النهاردة احنا تجاوزنا ال 50%. حياة كريمة هتخلينا نوصل ل 100%. هي مش ده المواطن بقى، بعيدا بقى عن ارقام تضخم وعن ارقام حاجة، هو كل اللي يهمه انه حاجة زي كده تبقى موجودة، ان يبقى ملف عنه بنى بيت عشوائي وغير مقنن ما يبقاش تحت رحمة ان كل شوية حد بيقول له انا هنزيل البيت، يبقى موضوع التصالح يخلص. هي دي اللي بتمس اي مواطن بسيط، بعيدا بقى عن اللي بيتفرج عليه في التلفزيون وبيسمع الخبرة وبيتكلموا ان ارقامنا ونمونا ومش عارف ايه. هو عايز ان يبقى عنده دخل، ولاده هيشتغلوا، الخدمات الأساسية اللي هو بتمس حياته اليومية موجودة. هو ده أهم حاجة بالنسبة للمواطن، وهو ده اللي احنا بنوعد إن شاء الله بقدر الإمكان وبقدر جهدنا هنشتغل على هذه الملفات. هو ده اللي يهمني، يعني أنا بس عايز أأكد هذا الموضوع. يعني موضوع زي الدواء، يعني احنا كنا بنتكلم هل يبقى الدواء مش موجود خالص؟ والدواء أنا قلتها، الدواء في الآخر هو قطاع خاص، احنا كلنا بنتكلم منظومة موجودة والدولة بتدخل وكل حاجة. لكن ما ينفعش النهاردة مع ان انا بأصر ان ما يحصلش زيادة في أسعار الأدوية، ان في الآخر الشركة بقت وقفت، ما هو بيقول لي انا بخسر، يعني هشتغل ازاي لما علبة الدواء تقول لي خليك تفضل مصر انك تفضل بنفس السعر وهي بتكلفني اكتر منها، فخلاص بوقف. طب هو المواطن نزود عليه نسبة بسيطة في سعر الدواء ولا ما يلاقيهوش خالص؟ ما هو اللي يعنينا هنا النهاردة تبقى الخدمة موجودة ولا ما تبقاش موجودة، ويضطر يلجأ للسوق السوداء وياخد سعر الدواء بأضعاف أضعافه عشان يلاقي علبة الدواء. فبالتالي لازم نبقى واعيين، ودي جزء تاني من الإرث. لما بيحصل زيادة أنا معلش مش باجي على البسيط أو على المتوسط الدخل، أنا الزيادة دي اللي بتخلي الخدمة تفضل موجودة للمواطن، وإلا هيبقى بيتحول إنه مش لقيها، وده هيبقى أسوأ شيء. وجينا في فترات معينة وبيحصل ساعتها بقى
الارقام نبدا نسمع ان الاسعار بقت برقم كذا وكذا وكذا وقت ما كانت الازمه موجوده، ووقت ما كنا كلنا بنشوف ان علبه انا اسف سلعه الصبح بيفتح المحل برقم ويجي اخر الليل يقول لك الرقم زاد. لا، يبقى انا اتحمل ان هيبقى في زيادات محسوبه وبارقام بسيطه، ولكن في سبيل ان الحاجه متوفره بالكامل احسن بكتير جدا من ان الحاجه دي ما تبقاش موجوده من الاساس ويبقى المواطن بيعاني من اختفاء سلع اساسيه بالنسبه له. لازم يبقى في نوع من التوازن في هذا الشكل، ولازم يبقى المواطن فاهم. تاني انا باكد، انا مش همي ان انا يعني كل قاعد طول النهار ان انا اصحى كل يوم الصبح اقول هزود على المواطن سعر الحاجه ازاي. اخر حاجه كرئيس حكومه وكحكومه بتبقى عايزه انها تعمله انه تاخد هذا الاجراء والقرار، لكن في الاخر في توازنات. انا ما اقدرش النهارده يعني احنا زي ما بقول لحضراتكم، طب هفرض ازاي على شركات قطاع الخاص بتاعه الادويه او حتى اللي بتنتج منتجات سلع غذائيه اقول له هو كده ولازم السعر يفضل بالطريقه دي، يقول لي طب انا بخسر. خلاص هقفل، يبقى السلعه مش هتبقى موجوده مهما كانت الاجراءات اللي انا هحاول اعملها. طب ما هو يا ريت حتى على قد السلعه، ما هو المصنع ده لما بيقفل يبقى معناها ايه؟ كان في 500 واحد شغال في المصنع دول قعدوا في بيوتهم وتحولوا من العمل الى البطاله. فلازم نبقى كلنا واخدين بالنا انها منظومه متشابكه. ما اقدرش ان انا يعني اقول ان انا مش هقدر، يعني موضوع تاني ان يحصل بعض الزيادات. لازم نبقى واخدين بالنا يعني بتحصل كآليات سوق، فهي دي بس لازم ان احنا كلنا نبقى شغالين فيها. اخر نقطة يعني عشان ارد عليها، تطوير الجهاز الاداري للدولة وموضوع الثقافة. معلش، تطوير الجهاز زي ما حضرتك قلته، جودة الموظف في الاخر، وجودة الموظف ده شيء مهم جدا. احنا مشكلتنا في الجهاز الإداري للدولة على مدار عقود طويلة إن الجهاز بقى يتعين فيه كوادر غير مؤهلة وغير مناسبة للمكان اللي هي موجودة فيه، في إطار إن كان فيه سياسة للدولة بتاخدها تعيين كل خريجين. فبالتالي المشكلة اللي بقينا بنواجهها بنلاقي النهاردة، وإحنا كنا لسه بنتكلم في مجلس الوزراء على هذا الموضوع، إن بقى حجم اللي بيعملوا خدمات معاونة أو خدمات إدارية في مكان مثلا معين أكبر بكتير جدا من المتخصص اللي هو المفروض هو ده اللي المواطن محتاجه علشان يقدم له الخدمة. ده واقع موجود. يعني أنا عايز أقولها مثلا في نموذج زي قطاع الأعمال، حضرتك ممكن تدخل تلاقي في المصانع اللي قاعدين في الغرف الإدارية فوق أربع أضعاف العمال اللي قاعدين تحت بيشغلوا المكن. نفس الكلام مثلا لو بتكلم في وزارة فيها عمل هندسي، بلاقي نقص حاد جدا في المهندسين ووفرة وعدد هائل من الخدمات المعاونة والموظفين الإداريين. فبقيت المشكلة النهاردة اللي عندي مشكلتين، مشكلة نوعية الموظف نفسه، والأهم إن النظرة في التخصص اللي أنا محتاجه كدولة. طيب التصور ده هنعمل فيه إيه؟ التصور ده بنعمله إن لازم نبقى تركيز الفترة الجاية على إن أي نوع من التعيينات بيبقى على الكوادر الفنية اللي مطلوبة المتخصصة، ويتعمل لها التدريب اللازم بصورة كبيرة جدا علشان يبقى يعني الموظف ده مؤهل إنه فعلا يبقى فاهم طبيعة العمل اللي هو موجود فيه. ومرتبط معاها برضو نظام مالي يخلي الراجل ده متواجد، لأن الضغوط اللي بتبقى والإغراءات اللي بتبقى عليه كبيرة جدا. يعني أنا ممكن بعين مهندسين النهاردة وبعد سنة أو اتنين أو تلاتة يجي له عرض في القطاع الخاص أو حتى خارج مصر بعشر أضعاف. فمهما حاولت النهاردة هتقول لي زود الأجور، ما هو مرتبطة برضو هزود الأجور إلى أي مدى؟ يعني هل أزود الكادر الفني أخليه أطلع بيه؟ ما هو السوق بيقول إن الكادر الفني ده لازم يزيد يبقى عشر أضعاف الرقم اللي هو بياخده. طب العدد بقى الأغلبية الكبرى اللي هي من الوظائف الإدارية والمعاينة والمعاونة، هل هيسكتوا إنه شايفين إن في فئة تانية المفروض
يعني زيهم موظفين في الدولة هياخد 10 أضعاف وهو قاعد مرتبه ما بيزيدش، هتلاقي المنظومة متشابكة. وبالتالي اللي بنتحرك فيه النهاردة موضوع الميكنة شيء مهم جدا جدا في الخدمات، واعتمد على موضوع التحول الرقمي بصورة أكبر علشان هذا الموضوع أدخل كوادر مؤهلة ومدربة شابة، حتى لو كان بعد كام فترة هتسيبني وتروح لقطاع خاص ولا بأس، أو تخرج برا البلد، يبقى عندي مجموعة جديدة طالعة. يعني الموضوع يبقى على طول متجدد. ده هيبقى الفترة الجاية بنتحرك فيه تحول رقمي، وأيضا موضوع أن يبقى تعيين لبعض الكوادر اللي هي متخصصة جدا، بحيث حتى لو بعد فترة خدت خبرة وعايزة تروح للقطاع الخاص برضو أنا مستفيد كدولة. مش غلط، مش غلط، ما هي بتروح للقطاع الخاص بتفيد القطاع الخاص، أو حتى لو سافرت برة ما هو ده بيحول فلوس وبيبقى مصدر لعملة صعبة للدولة المصرية. آخر موضوع اللي هو الثقافة، احنا يعني معلش اسمح لي حضراتكم، احنا يعني كمجموعه او يمكن بعتبر يعني معلش هعتبر حتى نفسي، احنا طبيعه استقينا الرصيد الثقافي اللي عندنا من ادوات كانت موجوده في هذه الفتره مختلفه تماما عن الادوات اللي بيستقي منها الشباب النهارده الموروث الثقافي. وبالتالي وده كان كلامي مع السيد وزير الثقافة الجديد اللي موجود معنا في الحكومة، ازاي احنا نطور من الموضوع زي ما حضراتكم قلتوا. الأدوات بتاعة الثقافة ما بقتش فقط على الكتاب المكتوب، ولا حتى على الأفلام فقط، ولا على الفعاليات اللي كانت بتتعمل في دور الثقافة بالرغم من أهميتها اللي موجودة، لكن النهاردة بقى محتاجين نعمل منتجات تتواكب مع طبيعة الشباب اللي موجود، وحتى في نعم وسائط جديدة مختلفة تماما النهاردة بقى الشباب بيستقي منها الثقافة. وبالتالي لازم أدواتنا كدولة تتطور بصورة كبيرة جدا وسريعة عشان تعوض وتتواكب مع اللي الشباب النهاردة بقى عايزه. يعني أنا لو افتكرت أن أنا بطور فقط الأدوات التقليدية كده أنا بقى حليت مشكلة الثقافة، أنا واهم، لأن الأدوات التقليدية الشباب اللي هو يمثل النهاردة أكتر من 65% من شعب مصر بقى بيشتغل على أدوات ووسائط مختلفة تماما عن الأدوات التقليدية. وبالتالي لازم أتعامل بنفس فكر وعقلية هؤلاء وأطور وسائل وأدوات جديدة مختلفة. والساينز أو العلامات ورتنا لما بنعمل فعاليات لمهرجانات، لما بيتعمل بعض الفعاليات بتشوفوا حجم هائل من إقبال الشباب عليها كبير جدا. أنا أقدر من خلال هذه النوعية أتدخل في بناء ثقافة أخرى للشباب المصري. في ما زال حرص كبير جدا على، بدون ذكر أسماء، لما بتتعمل بعض الفعاليات الثقافية وبعض الحاجات الخاصة بفرق الموسيقى وبعض الفنانين، أنا مش عايز أذكر أسماء، بيحصل إقبال هائل عليها. أنا مش بتكلم على الغناء، بتكلم حتى على الموسيقى، بتلاقي في حالة من الرغبة في أن الحاجات دي تبقى موجودة. فالكلام كله إزاي نعيد مرة أخرى الشكل الثقافي للدولة المصرية، ولكن مع تطوير، ما نفتكرش فقط ان انا اطور الادوات التقليدية القديمة اللي كانت موجودة من 20-30 سنة لما احنا كنا شباب كان هو ده اللي بنعتمد عليها. لو افتكرنا ان انا اطور دول بس يبقى انا كده هرجع قوة مصر الناعمة، انا اسف مش هيحصل، لان النهاردة الشباب اللي بقوا موجودين بيتكلموا على وسائط واشكال حاجة تانية خالص. فلازم ان انا اشتغل على دول، اشتغل على دول، لان دول النهاردة هم 65%، ولو عرفت اثر فيهم يبقى انا ضمنت للاجيال الجاية ان انا ابتديت اثر فيها. فبالتالي الموضوع محتاج طريقة غير تقليدية تماما في التعامل مع هذا الموضوع، وده جزء من التكليفات واللي اعتقد السيد وزير الثقافة هيطلع الفترة الجاية ويتكلم عليها، لان طالب محطوطة تصور مبدئي، لكن مطلوب النهاردة خطة تنفيذية بصورة واضحة جدا علشان ازاي نبدأ نتحرك للكلام اللي احنا كنا بنقوله، استعادة القوة الناعمة لمصر، وازاي ان احنا نسترجع. ما زالت مع كل الكلام ده الفنانين المصريين والمثقفين المصريين ورجال الثقافة المصريين هم اللي بيتم الاستعانة بيهم في كل المحافل الإقليمية والدولية.
فبرضو علشان ما نبقاش يعني ظالمين لأنفسنا، ما زال هم اللي بيمثلوا قوام أي فعالات بتحصل على المستوى الإقليمي. لكن المهم إن أنا أستعيد إن يبقى مصر، يعني مش عايز أقول إن يبقى المركز الوحيد، لا، تبقى مصر مؤثرة بقوة شديدة في فعاليات منتظمة. يعني على سبيل المثال أنا طلبت منه إن يبقى على مدار السنة في فعاليات موجودة في كل محافظات مصر، تبقى مش فقط يبقى في مكان معين ولا في منطقة معينة، لا، كيف يمكن إن يبقى على مدار السنة محافظات مصر كلها فيها فعاليات مختلفة، ويبقى في حجم من الزخم الثقافي موجود في كل المحافظات على مدار السنة، بيخاطب كل الفئات من أول الشباب أو حتى الأطفال لغاية كبار السن، ويبقى موجود. ده أعتقد شيء مهم جدا، ويبقى بتعامل بلغة كل جيل أو بلغة كل فئة سنية، علشان اللي بيصلح لكبار السن بالتأكيد ممكن ما يبقاش للشباب اللي موجودين النهاردة. أنا أرجو إن أنا أكون يعني عرضت لحضراتكم، يعني أنا يعني إحنا بقالنا يعني لو بقالنا ثلاث ساعات أستأذن حضراتكم، يعني إحنا هنكرر هذا الموضوع مرة أخرى، يعني وحسعد وأشرف دايما بوجود حضراتكم معانا وعدد أكبر للمرة القادمة. ولكن يعني خلينا أؤكد لحضراتكم يعني تشرفي وسعادتي بوجودي مع حضراتكم، وأرجو إن أنا أكون يعني أوضحت بعض النقاط اللي ممكن يعني كانت مثارة عندكم. وأعتقد من خلال هذا التواصل المستمر هيبقى فرصة وآلية جيدة جدا إن المواطن المصري يعرف من خلال هذه اللقاءات كل إجابات على الشواغل والهموم اللي هو ممكن تبقى موجودة عنه، والأهم نكون بنرد على بعض العدد من الشائعات والنقاط اللي هي بتثار، علشان يبقى دايما الانطباع العام، وده هو ده الشغل الشاغل. انا الاقي بقى كمصري بعيدا عن منصبي فكره الطاقه السلبيه اللي بقت موجوده، او محاوله ان يبقى دايما هناك طاقه سلبيه موجوده في المجتمع او الشكل العام للدوله، ده شيء وحش جدا، شيء سيء جدا، ان يفضل يعني الانطباع العام ان دايما شايفين ان يعني ظروف سيئة، ما فيش أمل للخروج من الأزمات، ما فيش الدنيا هيحصل فيها إيه بكرة. أعتقد ده جزء مهم جدا النهاردة كلنا مع بعض نبقى بندي رسالة ثقة في أزمات. ما حدش فينا بيكابر ولا حد بينكر إن في أزمات، ولكن إن شاء الله الجاي أفضل، تخطينا مرحلة كانت شديدة الصعوبة وشديدة الاستثنائية، ربنا ما يعيدها، شغالين على إن شاء الله ما تتكررش، وإن نحسن من الظروف اللي الدولة المصرية موجودة فيها لصالح المواطن المصري في خلال الفترة الجاية. أنا بشكر حضراتكم وشكرا، وآسف إذا كنا طولنا على حضراتكم وشقينا عليكم. شكرين يا جماعة.